عاجل بيان قطير من إثيوبيا بشأن الهجوم على سد النهضة، ننشر تفاصيل الهجوم ونوعه في الفيديو. ومصر تفتح النار على تركيا لاستضافتها قيادات الإخوان المسلمين. وفي مفاجأة كبرى، اكتشاف جديد للذهب في صحراء الشرقية المصرية، ننشر أيضا التفاصيل في الفيديو. وعقوبة مشددة ضد طبيب استغل قاصرات في مقاطع مخلة. وعاجل، ما هو الدين الإبراهيمي الجديد الذي رفضه الأزهر والكنيسة في مصر؟ ننشر التفاصيل. وليفربول يبحث عن بديل لتعويض غياب المصري صلاح. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط أيضا على زرار أعجبني أو لايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول. عاوزين نوصل لأكثر من 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكثر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا وطنيين وقدها. عاجل، ما هو الدين الإبراهيمي الجديد الذي رفضه الأزهر والكنيسة في مصر؟ تحدث شيخ الأزهر في مصر أحمد الطيب عن الدين الإبراهيمي الجديد، مؤكد أنه محاولة للخلط بين التسامح بين الأديان وإلغاء الفروق بين الأديان. وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف محمود مهنة إن الأديان الإبراهيمية أو الأديان التوحيدية التي تؤمن بوجود إله واحد خالق للكون وملة إبراهيم هي مجموعة من الإملاءات الربانية لسيدنا إبراهيم عليه السلام، ومنها انبثقت الديانات الإبراهيمية أو ما يعرف في شرائعنا بالديانات السماوية، وهي اليهودية والمسيحية، وآخرها الدين الخاتم للرسالات السماوية الإسلام. وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن الدين الإبراهيمي الجديد مصدره مراكز بحثية ضخمة وغامضة انتشرت مؤخرا في ربوع العالم، وأطلقت على نفسها اسم مراكز الدبلوماسية الروحية. وأكد أنه تم إطلاق هذا المصطلح كان بغرض سياسي، أخذت مراكز الدبلوماسية الروحية التي تعمل في إطار نشر المحبة والتسامح على عاتقها مهمة دعوة كبار رجال الدين في الأديان الإبراهيمية الثلاث من أجل إيجاد قيم عامة مشتركة بين الأديان مثل المحبة والتسامح والمساواة والتعايش وتقبل الآخر. وأشار إلى أنها تدعي التنوير والتدين، وتأخذ في إعادة تأويل النصوص الدينية ونصوص التفسير لتمهيد الطريق لعمل مراكز الدبلوماسية الروحية التي تنتشر في مراكز الصراع وتركز على قيم الود والتسامح، وخاصة ما يختص بالقضايا الشائكة في الشرق الأوسط. وسلط شيخ الأزهر الضوء على الدين الإبراهيمي، أكد أنه محاولة الخلط بين التآخي الإسلام والمسيحية في الدفاع عن حق المواطن المصري في أن يعيش في أمن وسلام واستقرار. الخلط بين هذا التآخي وبين امتزاج هذين الدينين وذوبان الفروق والانقسامات الخاصة بكل منهما، خاصة في ظل التوجيهات التي تنادي بالإبراهيمية أو الدين الإبراهيمي نسبة إلى إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء ومجمع رسالاتهم وملتقى شرائعهم، وما تطمح إليه هذه التوجيهات فيما يبدو من مزج اليهودية والمسيحية والإسلام في رسالة واحدة أو دين واحد يجتمع عليه الناس ويخلصهم من بوائق النزاعات والصراعات التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح وإراقة الدماء والحروب المسلحة بين الناس، بل بين أبناء الدين الواحد والمؤمنين بعقيدة واحدة. وأكد أن هذه الدعوة مثلها مثل دعوة العولمة ونهاية التاريخ والأخلاق العالمية وغيرها، وإن كانت تبدو في ظاهر أمرها كأنها دعوة إلى الاجتماع الإنساني وتوحيده والقضاء على أسباب نزاعاته وصراعاته، إلا أنها هي نفسها دعوة إلى مصادرة أغلى ما يمتلكه بنو الإنسان، وهو حرية الاعتقاد وحرية الإيمان وحرية الاختيار، وكل ذلك مما ضمنته الأديان وأكدت عليه في نصوص صريحة واضحة. ثم هي دعوة فيها أحلام أضعاف أضعاف ما فيها من الإدراك الصحيح لحقائق الأمور وطبائعها. فيما أعلن قمص بنيامين المحرقي الأستاذ بالكلية الإكليريكية بالأنبا رويس رفضه الدعوة إلى الديانة الإبراهيمية لأنها دعوة مسيسة تحت مظهر مخادع واستغلال الدين،
المصدر معانا كان من الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر، عاوز فعلا رأي حضراتكم في التعليقات تحت أسفل الفيديو على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل. بيان خطي من إثيوبيا بشأن الهجوم على سد النهضة إلكترونيا. أعلنت إثيوبيا عن وجود تهديدات بشن هجمات تستهدف سد النهضة. ووفقا لشبكة فانا الإثيوبية، قالت الحكومة إن الهجمات الإلكترونية تستهدف الأنشطة الاقتصادية والسياسية في البلاد على حد زعمها. وقالت وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية في بيانها بعنوان نهاية الشهر الثاني للأمن السيبراني، إن إثيوبيا كانت هدفا للهجمات السيبرانية لثلاثة أسباب رئيسية. أوضح المدير العام للوكالة شوميتي جازاو أن سد النهضة والانتخابات الوطنية وسيادة القانون كانت بين الأسباب الرئيسية للهجوم الإلكتروني المتعدد الذي طال بلاده أخيرا. البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواقع الإلكترونية لمؤسسات تقديم الخدمات العامة والمنظمات الأمنية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة كانت هدفا للهجوم. وأكد غزاو تصدي الوكالة لهذه الهجمات وتوجيه مستخدمي الإنترنت وخاصة المؤسسات الحكومية بالتحقق من أمن شبكاتهم واتخاذ الاحتياطات اللازمة والحذر. مصدر معنا كان من صحيفة الموجز. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ومصر تفتح النار على تركيا لاستضافتها قيادات الإخوان المسلمين. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر لا ترى سببا لاستضافة تركيا قيادات الإخوان المسلمين وتركها تعمل هناك. أضاف شكري خلال مؤتمر صحفي على هامش اليوم الثاني للحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي في واشنطن أنه سيتم تشغيل قنوات تلفزيونية تنشر معلومات مغلوطة عن الداخل المصري. وتابع حينما شاهدنا بعض الابتعاد من تركيا عن سياستها انخرطنا في حوارات استكشافية وكانت مفيدة وأعطتنا القدرة على نقل قلقنا وطلبنا تغيير المسار، وفي حال تحقق ذلك سنكون سعداء لتطبيع علاقاتنا على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وتناول شكري أثناء جلسة نقاشية ينظمها مركز ويلسون البحثي تحت عنوان تقييم التفاعلات الإقليمية الرؤية المصرية أبرز محددات السياسة الخارجية المصرية وجهود مصر على الصعيد الإقليمي. وانطلق الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا بعد توقف دام 6 سنوات والذي يعد الأول من نوعه في عهد الرئيس جو بايدن، ويتناول علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة في ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل. وتتضمن جلسات الحوار الاستراتيجي بحث القضايا السياسية والاقتصادية والقضائية والقنصلية وحقوق الإنسان والتعاون في مجالات التعليم والثقافة وتبادل الرؤى والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية. مصدر معنا كان من صحيفة القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وفي مفاجأة كبرى اكتشاف جديد للذهب في الصحراء الشرقية. أعلنت شركة ألتو ستراتيجيز للتعدين والتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية بمصر عن اكتشاف جديد للذهب في الصخور الصلبة بالمنطقة. ووفقا للشركة تم ذلك من خلال الاستكشاف الميداني مناطق جبل الشلشول على مساحة 348 كيلومتر مربع ووادي جندي على مساحة 696 كيلومتر مربع مشروعات بالصحراء الشرقية لمصر. أضافت الشركة في بيان لها إنها تمتلك 4 مشاريع للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية استطاعت الحصول عليهم من خلال مزايدة الذهب التي أجرتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية. أشارت الشركة إلى أنه تم اكتشاف 14 عملاً يدوياً من الذهب الصخري الصلب عبر مشروعين في مصر يصل عرض الأعمال ل 30 متراً وطولها 100 متر مع العديد من عمليات التنقيب الميكانيكية. وتم تأكيد أكثر من 50 عملية عمل للذهب الصخري الصلب عبر المشاريع حتى الآن، ولا يزال يتعين تقييم ما لا يقل عن 35 هدفاً آخر للاستشعار عن بعد. وقال ستيفن بولتون الرئيس التنفيذي لشركة ألتوس يسرنا أن نعلن أنه في أعقاب الاستكشاف الأخير الذي قام به الفريق الميداني المصري التابع للشركة
تم اكتشاف 14 عملا من الذهب الصخري الصلب في مشروعي جبل الشلول ووادي الجندي، مع وجود 35 هدفا إضافيا لم تتم زيارتها بعد. وأضاف أنه في سبتمبر تم الإعلان عن اكتشاف 37 صخرة صلبة عبر مشروعي الذهب في جبل أم عرادة ووادي دبور. وتزيد هذه الاكتشافات الحديثة من العدد الإجمالي لأعمال الذهب الصخري الصلبة المكتشفة حتى الآن في مشاريعنا في مصر إلى 50. المصدر معنا كامل الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر. وعقوبة مشددة ضد طبيب استغل قاصرات في مقاطع مخلة. عاقبت محكمة جنايات القاهرة الطبيب مايكل فهمي بالسجن المؤبد وبراءة زوجته في اتهامها باستدراج 6 قاصرات مستغلين صغر عمرهم. واتهمت المحكمة الطبيب بخطفهن بطريق التحايل وهتك العرض بالقوة بإيهامهن باحتياجهن لعلاج وفحص خاص. كشفت تحقيقات النيابة العامة أن زوجته اشتركت معه بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم، ما أسندت إليه بتواجدها معه خلال لقائه ببعض المجني عليهن وزويهن لبث الطمأنينة في نفوسهم تجاه المتهم وأساليب علاجه، فمكنته بذلك من الانفراد بهن وارتكاب جرائمه. وأضاف أمر الإحالة أن النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم وزوجته من شهادة 12 شاهدا وما أقر به المتهم بالتحقيقات وما ثبت للنيابة العامة من معاينة مسكن المتهم من تطابق أوصافه مع ما أدلب به المجني عليهن وأحد الشهود بالتحقيقات وما عثرت عليه النيابة العامة خلال تفتيش المسكن من رسائل مكتوبة من المجني عليهن وأقراص مدمجة تحتوي مقاطع مخلة من الجرائم التي ارتكبها المتهم. مصدر معانا كان من صحيفة الأهرام. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض لخبر أخير معانا. وليفربول يبحث عن بديل لتعويض غياب المصري صلاح. أكد الصحفي الإيطالي رومانو أن نادي ليفربول بدأ بالبحث عن لاعبين في مركزي الجناح لتعويض غياب المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني خلال كأس أمم إفريقيا. وقال رومانو الصحفي الموثوق بشبكة سكاي سبورتس خلال بث مباشر على موقعه الشخصي: يبحث ليفربول عن أجنحة لأنه في يناير سيخسر صلاح وماني. هم ليسوا خائفين وينتظرون فقط فرصة جيدة للتوقيع مع أحد اللاعبين. وأضاف: قيل لي أن فريق ليفربول معجب باللاعب الهولندي دانجوما جناح فريق فياريال الإسباني، لكن فياريال ليس لديه نية لفتح محادثات في يناير لبيع اللاعب. من المقرر أن تقام نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير 2022. يذكر أن المنتخب المصري سيلعب في المجموعة الرابعة للبطولة التي تضم أيضا منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو. المصدر معنا كان من بعض الوكالات. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. وجينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي. أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.